ترتفع أصوات الكتل السياسية التي أعلن فوزها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة مطالبة بحصتها من الدرجات الوظيفية الخاصة والمواقع العسكرية والأمنية وذلك عشية تحرك حكومي لإنهاء ملف التعيين بالوكالة لهذه المناصب فبعد أن هيمن حزب الدعوة بزعامة نور المالكي على 80% من مجموع المناصب والدرجات الخاصة طيلة السنوات السابقة تؤكد مصادر برلمانية أن الكتل السياسية تسعى لإنهاء تلك الهيمنة لا سيما بعد خسارة حزب الدعوة معظم مقاعده التي كان يشغلها سابقا في البرلمان الكتل السياسية في بغداد تسعى لإدراج الآلاف من الدرجات الخاصة لا سيما الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات ضمن المحاصصة الحزبية ويأتي في طليعة المطالبين بحسم ملف الدرجات الخاصة تحالف سائرون الذي طالب بما لا يقل عن 18% من مجموع المناصب. سباق تقاسم المناصب الخاصة بين الكتل السياسية اتضحت ملامحه بعد التصويت على مشروع قانون موازنة عام 2019 الذي اشترط في إحدى فقراته حسم كل المواقع والدرجات الخاصة قبل حلول شهر تموز المقبل وبخلاف ذلك ستقطع كل المخصصات والامتيازات المرتبطة بهذه المناصب بحسب مصادر برلمانية. المادة 58 من قانون الموازنة المالية لعام 2019 تلزم حكومة عادل عبد المهدي بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة باستثناء الأجهزة الأمنية في موعد أقصاه الثلاثون من حزيران المواقع التي شملت في عملية التغيير والاستبدال هي مناصب المدراء العامين والسفراء وقادة الفرق العسكرية والهيئات المستقلة وهو الامر الذي بدا يقلق ما تسمى الدولة العميقة التي يديرها ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ومع انتظار تقديم رئيس الحكومة في بغداد اسماء المرشحين الجدد للتصويت عليهم في البرلمان ثمة من يقول ان التوزيع الجديد للمناصب والدرجات الخاصة لن يخرج عن اطار المحاصصه الطائفيه والحزبيه التي تسير عليها العمليه السياسيه منذ احتلال العراق عام 2003